عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. في حفظ الله ورعايه مشاهدينا الكرام ينطلق شوط الختام، شوط الوداع، شوط يودع اجواتنا في هذا اليوم. الشوط الثاني عشر نسير هناك مع بدايه الشوط وناخذ المركز الاول. اليازي، اليازي على المركز الاول. مبارك بن محمد بن سهيل بن وديمه العامري يقدم لنا اليازي، بينما المركز الثاني تقريبا اللي هي تعزيز التي تحمل رقم 5 يمصورنا تعزيز للسيد راشد بن هلال بن سالمين الخيلي من قدم الصايله. بينما المركز الرابع، نعود هنا مع المركز الرابع، نتاخر قليلا مع وصول ايضا ناصيه للسيد سعيد بن حرام بن سعيد اليابري. والمركز ايضا الرابع اللي وصلت على رابع المراكز تتواجد فيه مذيار لمحمد بن خليفة بن سعيد اليابري. والمركز أيضا نتأخر مع الأسماء القادمة على المركز الخامس. المركز الخامس هناك تتواجد قيد المسلم بن احمد بن حربي. والمركز السادس تتواجد في مزيون للسيد خليفه بن غانم بن محمد المري. هكذا التحدي والاثاره، ونعود الى قياده الشوط والى المركز الاول. وعدام ابو خالد دار وسنادي مهام
نعود مع البداية، نعود مع صدارة الشوط مع اليازي اللي على المركز الأول مسيطر. اليازي تقدم لنا هذا الأداء الجميل، مبارك بن محمد بن وديمة العامري، بينما تعزيز على المركز الثاني راشد بن هلال بن سالمين الخيلي، والمركز الثالث ثالث المراكز نتأخر. شوف المسافة. اللي على المركز الثالث السيد سعيد بن حراب بن سعيد اليابري ناصية، والمركز اللي وصلت على المركز الرابع وصل شعار مسلم بن احمد بن حربي، يقدم لنا قيد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد فيه مشاهدينا الكرام مذيار محمد بن خيله بن سعيد اليابري، وسادسا انا مع حضوري وتواجد مزيونه خليفه بن غانم بن محمد المري. هكذا الست المراكز الاولى، نعود الى الصداره والى المقدمه. نعود مع المركز الأول مع مزيو، إذن مع اللي هي بالفعل اليازي، اليازي اللي على المركز الأول يا بن وديمة، اليازي هي على الصدارة الأولى، هي على المركز الأول مسيطرة بأدائها الجميل وبحضورها المشرف. أنا كتقود الصدارة لمبارك بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري، يقدم لنا هذا الحضور، يقدم هذا الأداء الجميل. المركز الثاني بعيد عنا، ولكن خلونا مع المركز الأول، حيث أن اللي أيضا على المركز الثاني هناك أيضا غير مدونة معنا في الكشف، لم يسمح لها بالنداء المتواجدة على المركز الثاني، ولكن وهي صاحبة الفوز. خلاص يا بن وديمة، خلاص يا بن وديمة، من فرد انفراد تام اليازي، من فرد بالمركز الأول، فوزها مضمون، تهانينا والناموس من الآن نزفها للسيد مبارك بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري على فوز اليازي بهذا الشوط. لحظات وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار، تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن سهيل بن وديمة على هذا الفوز والانتصار اللي قدمته اليازي، ما شاء الله على هذا الشكل الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني، ننتظر ثاني المراكز. السيد راشد بن هلال بن سالمين، والمركز الرابع والخامس مع التحكيم. التوقيت 9:57، تهانينا والناموس السيد مبارك بن محمد بن سهيل بن وديمة. هكذا وصلنا إلى ختام فقرتنا في هذا الصباح، الشكر موصول للجان المنظمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.